حياكم الله من اليوم 15، لا تنسون تشاركونا تحدي هوم وذ يو اي جي جي اف. اليوم بيكون تمريننا ليج داي، يلا نشوف التمرين. طبعا بنبدا تمريننا في اليوم 15 بالورم اب، بيكون عباره عن دقيقه جامبينج جاكس، عشرة لونشز ايتش سايد لكل طرف، عشرة جود مورنينجز، بعدها بتريحون دقيقة وبتعيدون الحماة ثلاث مرات قبل لا تنتقلون للتمرين الأساسي. التمرين الأساسي لليوم بيكون عبارة عن أربع حركات وكل حركة أربع جولات. بيكون تمرين الأساسي لليوم عبارة عن split squat with chair 20 مرة لكل طرف، single leg deadlift 12 مرة لكل طرف، سايد لاينج هب ابدكشن 15 مرة لكل طرف، سنجل ليج جلوت بريدج 15 مرة لكل طرف، طبعاً هالحلقة عندنا تحدي أقصى سرعة ترومون تسوون فيها 50 سكوات. طبعا خلصنا حلقتنا لليوم، أباكم تجيبون حق الحلقة الجاية شنطة، ولا تنسون تشاركونا تحت هاشتاغ UAE JJF Challenge. تريون الحلقة الجاية.